أخبار اليوم. احنا جايين هنا شرم الشيخ واقفين مع هذه، انا كنت في تركيا وكنت بصور في اوتيل في الجراج بتاعه، فنزل مدير الاوتيل بيسلم علي، قلت له انت منين؟ قال لي انا امريكاني. قال لي وانت؟ قلت له انا ايجيبشن مصري. لا تتخيلوا سعادة هذا الرجل الامريكي، انا ما عارف ان انا من مصر. قال انت عندكم بلد عظيمة جدا اسمها شرم الشيخ. فكنت سعيد برؤية الرجل ده الامريكي لبلدنا. شغال في مجال السياحة. وكما ان الفن هو ضمير الامة، فان كمان الفن المصري يعتبر هو الفن العربي كله. زي ما اسعدنا اخواتنا العرب وقدمنا لهم فن جميل، احنا بنقول لهم تعالوا هنا، تعالوا بحضننا، تعالوا لينا، اسعدونا احنا كمان وهنفرح بيكم. طول ما انتم معانا في حضننا هنفرح بيكم. وبهذه المناسبه ايضا انا بقدم كل التعازي للشعب الفرنسي على هذه العمليه الدنيئه اللي حصلت في باريس، هذه البلد الجميله عاصمه النور والثقافه، ما فيهاش حد ماشي دلوقتي في الشارع، وشوف الناس بتعمل ازاي ضد الارهاب، تحترم تعاليمها الحكومه ازاي. الشعب اللبناني احنا طبعا كل الشعوب اللي بتصاب، الشعب اللبناني كمان اللي حصل فيه، واحنا كمان روسيا، واحنا وانا عايز الشعب الروسي يعني يعني تفضلوا عندنا اخوه العرب، تعالوا وهتلاقوا حضن كبير زي ما بناخدكم في حضننا، بالفن بالسعاده وبتضحكوا كتير، وشفتوا مصر حلوه كتير، تعالوا شوفوها، تعالوا عيشوا معانا، هتبقى حلوه بيكم ايضا. شكرا.